يوم الجمعة تاريخ 13 بن قدام تلقونا يا شباب ضيف 9-8 فار. اليوم الجمعة تاريخ 13 الجمعة 14 موحين من تونس تلقونا جماعة بن قدام ضيف 8-9 فار. تمام المهم وقف قدامنا احنا على اساس سيارتين، سيارة الاولى اخوات طلعت، السيارة الثانية احنا علقنا، فهمت؟ ضربونا مفتاح نتاع المهم انا واحدة كسر المرش هو كسر المرش وجت ثاني الليلة حالة زوج بنته خيط ولا تمام عين حتى هي قاعدة فيها مرش مازال تبي مازال تبي العلاج مدرب شيء ما مدرب بقى ليبيين ما تفهم شيء ما في سياره لا احنا كما طلعناش احنا قاعدين غادي نضنيرا ها احنا كما طلعناش راه ممكن قاعدين غادي تمام في سياره لبوا طريقتها جماهيريه هذه ايش بحنا قصدي في سياره ثانيه بعدنا صاحب طنطا قال درسوا على الطريق سياره حمراء فول مش عارف 505 على الغوز ما نرسل مفكري بيه من الطريق بقى انت تو قلت لي علام خضر شو قصة علام خضر اه دينا قبل دينا الجنان معلقين مصور معمر علام خضر والله معمر ليبيا بس معمر يلو فيكم بالجراد مش عارف شني معهم ليبيين يعني شي طبيعي في الطابور الخامس طابور الخامس موجودين في دعم الطابور الخامس اكيد 100% لان احنا لما صرفنا الفلوس استفدتنا وطلعنا طول صار فيها تليفونات فهمت في تليفونات كيف مشينا حوالي قريب 3 كيلو احنا والله مش عارف كم نقصنا السالطه الاخير وهيك طلعوا مجموعه طول كيف يزبط السياره اول عضي السياره القوي هون كيف تزبطها عند الطارقه اللي بيها بيت كذا جماهير طلعوا طول قدامنا جونا طول فاتت السياره الاولى حصلت خبطات لقيتنا هنا الحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامتك هربتوا بالسياره زدتوا السرعه ولا كيف هربتوا؟ ولا كان اولى والثاني في مكانها وطلعت السياره طبات من الكمال حد شرى واحد زق فيا زي تو هيك مش نشبح لنا بك يقول لك المرش خش علي المرش نحسبها رشاده لقوها بعدين الشباب لقوها من الدوره الشرطه التونسيه ما داروا شيء ما داروا شيء تنحسبوا على اساس قالوا تم ناخذكم معكم وكذا وخو حتى المستشفى ما بوش عينوه خليه ينادى وشوف شو قالوا له في المستشفى اساس بحولوه مره ثانيه مستشفى ثاني ما صارش قال لا ما يحولوكش لواحد وانا طلعت من برا اروح اطلع من قدام الديوانه ولا في الحدود لا في المركز تاع الزكرة تاع الزكرة كلها الحدود الزكرة رفاض الدورية عسكرية اسمها العسكرية رفاض الدورية على اساس المستشفى مجرد ما جات الدورية ما جاش معهم قلت له كيف ما كيف قال لي ويلك روح الحدود برا ليبيا صاحبي قال لي اعطيني جواز بس كيف ما كيف معي شباب ليبيين فهمت مرة واحدة مجموعة برا قعدت بروحي بس صبور في قال لي خاف مكبر استنى في الحدود في المقص جديد رجيب نجيب روحه بعدين هذا اللي صار معنا الحمد لله على سلامتك الله يسلمك ان شاء الله على سلامة كل الليبيين اللي قاعدين ان شاء الله والله نفكر كان في هاي العائلات احنا بس والله البنات هل بناصره هل بشيء هل بناصره في ناس هل بموقفه غادي راه قاعدين تيوتا مالي كانت مقلوبه ما حضرتوهاش انتم حرام يا اخي تكلم تشات شي قاعد تسجل صوروها يا تنبكين ايه صوروها قبل احنا حقنا هذا قصدي الحلقات من قردان زاد من قردان لا بعض الشيء في بتاع التويتر لا غادي من قردان قال بشوية قبل ما نخش قردان تقيح دوك احنا المنطقة اللي صرنا فيها كلامنا من قردان المنطقة يكون صغيرة تحت الزكرة الزكرة لا ما اعرفها الزكرة هذه هي طوار والله ما شاء الله اقسم بالله عيوني انا خلاص ما عدتش بحت منين نقعد نضحك انك يا شباب تعال راه بيه اخوتك ما تفكر في شيء وتعال انا خذوني بالحصان الشباب والله ما شاء الله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله الله يحفظهم ان شاء الله الله يبارك فيك